صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 61 لسنه 2023 بنقل سفير فوق العاده مفوض الى وزاره الخارجيه وذلك بناء على عرض وزير الخارجيه وبعد موافقه مجلس الوزراء جاء فيه تنقل السفير منى عباس محمود رضي رئيس البعثه الدبلوماسيه لمملكه البحرين لدى مملكه تايلاند الى وزاره الخارجيه.